أزول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية للجميع. سانيتا زي المنطقة ولاد تاير أشت محمد زي الملتقى مزوارون بني محمد الحدود القبيلة نيكزناين ذي القبيلة المطلصة عمالة تازا ذي العمالة دريوش قيمة كيد نغ ذي الفقرات الملتقى يا قاث. بسم الله بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجماعة باب الدجاج لكن يحفظ الله تعالى خير من الذين يعني خير رحلة يتغاقتيني. بارك الله فيكم. شنا زوج المستقبلين المواثقتيني يجن المواث شاسعة يعني ذي سيجي ذي المواث فجاح ذي المواث يعني الزيتون يعني نغشيت بالحقيقة نغشيت الجماعة عندي زي مسري واسكشي شغ يعني القانوني واسكشي والحقي خصيت الكهرباء خصيت الماء خصيت السيو عزيز قبر ما نسيو ديما نايني الشكل مزوار زي يفتح يعني اول واحد كيزير اللقاء هذا الشكل. انا نشرح شويه بعدا مشان ما يديو ساغي يولان باش تفهم. انا مشان يوسد مشان الجماميه زيدا يوسد تقريبا الحداده يعني كي نغارس جيت عين زورا يعني شن لاي كولومبي بين جوك مشان حتى الحداده يعني المحافظه يزن كما لاي كولومبي تنسال هذا المواطن روخا هذا نجمع عندها يكزناين ضم طالصه ولهذا روخاين ريح لايا غنشي للجيران مولا كي نغيب يشتم غيب لارسان يكزناين غارض الحفله غارض تبوريض كثان غارض وغارض من غانين يجاني وذا من غانين عاد الافتتاح حتى والسلام عليكم. تبارك الله عليك. شكرا سي عزيز. نشكر الجميع. الله يحفظك بارك الله فيك. تحياتي تحياتي. شكرا لكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا. كنحيي كل المتدخلين هنا وكل الحاضرين وفرحانين بهذا الملتقى العظيم، الملتقى للتعارف لصلة الرحيم، يعني ملتقى عظيم ان شاء الله. ومرحبا بالجميع وكنتمنى الخير ان شاء الله للجميع والله يوفق الجميع والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا سي عبد السلام بارك الله فيك. شكرا سي نجيب خويا اذا تيشد نارجنا هذا وقرانا يتقبيتش النار بن محمد والجماعه اللي غتزي مسلم ويشتم النار مطرسه ونشكر اشتم الجميع ونشكر رشيد يعقوبي يشتم مطرسه اكيد من النهاره ونقار شكرا للجميع السلطة المحلية وبجد تحية سنجي السبع بارك الله فيك والسلام عليكم. تحية شكرا بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخوان الكرام مشينا بالضبط بلاد التاير. نحن حاليا بلاد التاير، نحن حاليا في بلاد التاير بلاد الدجاج. ترحم الجميع امش زين يترحم الجميع ان شاء الله. هذا يجينا اللقاء ديالي مبارك بالاخوان جماعة تيزي وسلي تبع جماعة تيزي وسلي ونشين سرورين إن شاء الله للقاء وسيدة نزع وجوه نزع يوذان يعني يضعوا نواطنا جوا السين والحالي الحمد لله يعني لقاء اللقاءات هذا الرحالة لقاء يندان أبريد باش السن شتمت جوا السين ديما يعذان مسرورين ونتمنى أذيلي لقاء مبارك أديري إن شاء الله يعني عند حسن ظن الجميع ونتمنى إمدان أديري يعني من القيام أديري سلمى حيدا والإيمان أديري يجن النشاط جميل جدا حوما نستمر في لقاء أثينا يعني لقاء أثينا جاء بكري جواز نكشيش الاهتمام لكن حاليا
نتورى بانما غادي يسند يجد الفضل عظيم وهو انه الشن يعني نتمرقان السنويه عند قبيتش بعد اولا ثم السن شتنا في الاربع راني ضغع نوضي تسن ونترحب الجميع ماشي زين نترحب الجميع صح ضروري ما اني يعني السي ادريس باختصار الرحله ياقاتني الملتقى ياقات و ما مرات توري داك يدي واش شبيه زكينات زي الرحله ني اسوير بما ان ذا الحدود ما بين اكزناين ذا مطالصه نفس الشيء بسوير اكزناين ذا بنيورياغل يعني دين شويه التشابه ربما تماما بالنسبه للحدود الاخرى اسوير الناحيه الشمال نعم ذا قمني الناحيه الجنوب ذا يعني الحدود من الجنوب ما بين إكزنايا وطلسع صحيح دينا دي أسوير يعني الحدود ما بين بني ورياغل وإكزنايا إلا الحدود الجنب بني ورياغل وإكزنايا كانت حدود استعمارية وهمية من صحيح. قبل نعم. ديني الجدة دينية نعم حاليا المستعمرة الإسبانية نعم. وما بين المستعمرة يعني الفرنسيه انا شوي تعاود شوي تعريف ديال المنطقه يا دي اسوي صفيه عدا وانا تذكر بان اداريا حاليا ثني قال الحسيمه غنحيطها الدريوش اذا الساده قبيت شويه يعني تابعه لاقليم الدريوش قديما كانت تابعه لاقليم الناظور نعم لا حتى المنطقه يا ثاقتين غاتيج التاريخ يعني مهم جدا ممكن عاد نخمس صحاب المنطقه هذا خصوصا التاريخ خينا من الناحيه التاريخيه امش مكشان الشني ساعات مديني لاسوير يعني التعريف التاريخي صحيح عددين لنا عوده ان شاء الله في وقت لاحق باش نسير شويه التاريخ تحياتي سيدريس بارك الله فيك السلام عليكم نجي ما تقعدش تفضل من غادي ندخل الملتقى يا قد قلت الضمان دي اش تايار نيغ المنطقه هي مهمه من باب الدجاج اش تمحند سينا جيم بعدا قرغو نزول كني وكني انت سيتي ما دير مليح وطاح زي اش تمثل شو اسمها كان غير صفار انا مشي غنفران يجيو سوطاس كيكون زومة غش مثلا وزيت شورات مش قزني تيني بيتي مش محنت وقرونا يوزي كنيو تبارك الله عليك بالنسبه لي وقيله تقدرت شويه العمل الجمعوي التعاونيه ربما النشيط وقيله دي بنايه تزيدت عندك دي صغرص مزيخ نعم يدعم انت تولى يدعم مغنارات مش انت كدي تمسموت دي طنجان تمسموت تويزا نغ تمسموت ماسينيسا تبارك الله عليك ايوزي شكرا شكرا ايوز تنميرتي شكرا
ودانيتين بداية توافد المشاركين في الملتقى. سير السيناجي تبارك الله على السيناجي. تخافش لا يعاودك. بارك الله. مرحبا مرحبا بخير. السلام عليكم المجموعة. تفضل تفضل كمل. السلام عليكم المجموعة، أنا لاباس من غاتري مليح إن شاء الله، ومرحبا الإخوان دانيتين المجموعة الشرفة نهارا. مارك مشوسين ديا مشان، ومرحبا زك بدرسن، مرحبا زك زنايان. ونشكى خويا نجي من السبعه ديال سنه ديال التسجيل المانيا، ونشكى على الشكر والقران والقران ثاني عندك اللي جات ومات اللي تونوني الشقه، واخا تختلف ديال المجموعات ولا حاجه بالفعل، ولكن كاين ديال الواقع خشين داو مثلا الانسان خسر بدا غادي يمون ونمرمو ان شاء الله لابد انا بغى المنتخب ان شاء الله. يلا السلام عليكم. تبارك الله عليك. شكرا ونشكى. شكرا جنا قلت نطلب المانيا تحيه اثنين سهال المانيا اخذ من الله يجي الكلام. تبارك الله عليهم. جميع تفضل سيدي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إخواننا الأخوات الجالدين مجموعة الشرفة الأمية، شكرك الإخوان يعني وين تنظيم السجال بلا الشرفة باسم جمعية سنايا فوسا كفوس، شكرك الترحيب زين الحكيم، ونشكر الاخوان اللي بدلوا التنظيمات يعني في التنظيم في المستوى العالي، ونتمنى زيد الاخوان ان شاء الله الزاد تاون ديريج الاتفاق ديريج هوموني باش تعرف كيف كسبنا لنا، ونشكر الاخوان العرب بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا سي سامح. الله يبارك فيك. ضمن فقرات هذا الملتقى بمنطقة بن محمد معنا مجموعة فولكلورية جات من مدينة توريد، معنا المايسترو السي مغراوي عبد الله الرئيس ديال الفرقة، غادي يعطينا الارتسامات ديالو حول هذا الملتقى والمشاركة ديالو. السلام عليكم. نشكر القناة على الاستضافة الكريمة، معكم مايسترو ديال الفرقة نائب الرئيس تاع الفرقة، مايسترو ديال الفرقة تاع عمر 10 ديال القناة هذه، وجينا هنا لهذا الملتقى. عندكم جمعية في إطار جمعية؟ جمعية إلى الثقافة الاجتماعية والفنية بتوريد. شطفة الجهة الشرقية في تونس. شطفة الجهة الشرقية ولكن شطفة في الصعيد الوطني. وبالنسبة لهذه المشاركة هذه تلقيتوا دعوة باش تجيو؟ تلقينا دعوة فايت جيتوا لهذه القبيلة ديال الزنايا؟ لا جينا لهذه الزورة جينا لهذه المهم كاع جينا لهذه المناطق جينا لدريوش. إنما كتسمعوا قبيلة الزنايا؟ وهذا كيفاش جاتك الأجواء ديال هذا الملتقى هذا؟ الصراحة أجواء كانت زوينة، أجواء رائعة، وشفت استقبال الله يعمر الأطار. تبارك الله عليك. شكرا. تبارك الله عليك. اهلا بكم. تبارك الله عليك. تحياتي للرئيس. نشكركم. تحيه للجهه الشرقيه. تبارك الله فيك. خوتنا. شكرا. هو 66
بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين وعليه التوكل. الاخ سينجم توكل عليك، معك السي محمد القيدي اعضاء لجنه المنظمه للمهرجان او الملتقى ديال بن محمد في باب الدجاج. تنشكرو السي نجيم على هاد الفرصه اللي عطانا باش يعني نوصلوا الميساج ديالنا لكافه الحضور وكافه يعني الناس ديال بن محمد وفي ربوع الجزائر كامله وفي المنطقه ديال الطالسه، المهم داخل الوطن وخارج الوطن. تنحيو الجميع وتنرحبو بالجميع في هذا الملتقى، وتنتمناو ان شاء الله غيكون ناجح، وتنتمناو يعني ان شاء الله من بعد يعني غنحصلوا على داك الشيء من اجله يعني تنظموا هذا الملتقى، وهو يعني الالتفات الى هذه المنطقه المهمشه خاصه في بن محمد وباب الدجاج. المهم كاين بزاف ديال المسائل، كاين ربط يعني مراكز الدواوير بالطريق المنجزه حاليا رقم 5402 الرابطه بين تيزي وسلي وعين زوره، وكاين مشاكل اخرى تخص يعني قلة المياه الصالحة للشرب، وكاين بزاف المشاكل، وتنتمناو إن شاء الله مستقبلا كامل هذا الشيء غيتحقق. ومرة أخرى تنرحبوا بهاد يعني الناس اللي جاوا من أجل دعم قبيلة بن محمد في هذا الملتقى الوطني، ومرة أخرى تنشكروا السي نجيم السباع على هذه الفرصة اللي عطانا، وشكرا للجميع ونتمنى لكم وقت ممتع ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا بارك الله فيك سيدي. لا السابس أولى. في هذه الأثناء يتخشاد الملتقى بن محمد البطل النغم قران السي عزيز تغدى. اهلا وسهلا، على السلامه السي عزيز. تحياتي سي نجي وتبارك الله عليك وديما الحاضر في هذه الملتقيات، تبارك الله ما شاء الله عليك، ديما عندك البصمه ديالك في هذه الملتقيات سي نجي. حتى انت سي عزيز دائما كتبهرنا وكتفاجئنا بالمغامرات اللي كدير في الملتقيات والرحلات، فشنو هو البروجرام ديالك البرنامج ديالك لهذا اليوم؟ شنو درتي؟ يعني البرنامج ديالي ديال هذا اليوم هو انني انطلق من اكبر باش انني نوصل لاي تيار بن محمد جماعه تيزي وسلي، والحمد لله توفقت مع يعني رغم ان اول مره كنهضر لهذا المكان يعني الطريق واش علامه الدراجه؟ علامه الدراجه لا، ولكن بطبيعه الحال من اكنور حتى لهذا النقطه ديال الملتقى تقريبا 44 45 كيلومتر في التضاريس ديال الحمايه. قلت تقريبا شي 3 سوايع. برافو عليك، صراحه مغامرات
يعني انت تذكر فتشكر زعما انت من افضل الجنايات وطلع لانها جنايه عندنا في القرى ديالنا ضروري اننا نعطيوها واخا باي طريقه هذا ضروري رياضيا ثقافيا ثقافيا سياحيا بكل نعم صحيح سي محمد سي محمد ابو الغادي في هذا الاثناء غيعطي البصمه ديالو كذلك تفضل عليك سي محمد مرحبا سي نجيب انت فيش تحظى بمنيمه شكرا شيخ محمد ورواليتي ديال الملتقى بني محمد ديال المنطقة وما سوى دي سيوكع الملتقى سحج موالدين ولا سطريقية فالدين يعني الناس وسين زي ميكروف الموار يعني من أجل باش تم زوارو ذا التواصل جاء راسين معروفة اللي نتواري غداني تاني وبدال غين ويمزان 20 عام 30 عام يعني وزيد على ذلك يعني التعارف قل خبار مغني مطالصة مطالصة غاقين داني تاني لأن ديني جن ديني جن ديني جن ريفات مقراب وجاء يفضل سن المنطقة يعني تم قرات يعني نعرف ونتين توالا لما درس الناخر بيدا نتين ومعاس على خطم قرات تجي سنين ونشكري شاسي نجيب نغر دعش حاضر وتحية هذا واجب تطلع لي شغل شهد سي حسين شليو رئيس مجموعة أزرق الشار للتنمية والتضامن لكن حاضر نهار هذه الملتقيات عند بني محمد من غيني بالملتقي النهار السلام عليكم باش تبارك في السمات ديال قاع المستمعين بارك الله فيكم داخل المغرب او خارج المغرب نهار قنا زنتي دي بني محمد قنا ديال الرحله بني محمد مع 28 زي 7 2024 نفس الدنيا تيني ما شاء الله عجبين الحال بعد عاد ونتي شاعر يلا عاد لكم مساء كنتمنى غادي نبدا زنينا المولد بعد حتى مزوالوت وتقدر تحيه ومثلا غادي نجي نسمع النشيط العلمي بارك الله فيك العلمي انما ما شاء الله عليه نبدا قد يتقدم تيجي زنينا طاس ونتمنى غير ان شاء الله شنو غادي يجان شنو خدام المولد هو التعارف التنميه والتضامن بارك الله فيكم نمشي قناة بني محمد النهار ما شاء الله عاد ونزل شي غاش مثلنا يلا نقدر لكم مثلا نجي نسبع هذا مزوال وعاد نزرع نتمنى ان شاء الله في السوداء ربي غامي نتمنى ان شاء الله السيود ايمان خيس ثماتي تنداين بني محمد بني محمد قاين خصنا تاس تاس المشاريع فاو ثمان بريد مهمه شي تاس شي المخ ديال المول النهار وهو خصنا غنمون يزنين مارا ما نمول يزنين اي حاجه غتنوض اي حاجه غتنقضى صراحه باش بارك الله فيك ودي سينا جيب شكرا من سي حسين تبارك الله عليك من بين الملتحقين البطل العالمي الإكزنائي سي حميد قنوجي هنا بملتقى بني محمد السلام عليكم اولا كنشكر السي نجيب السبع الصحفي ديالنا اللي معروف قبيلة الزنايا وبغيت نشكر واحد الشكر كبير لهذا الناس جماعه ولاد تاير بني محمد اقليم تازا وبغيت نوجه لهم السويق مازال فاش غادي نوجه غير التحيه الطام قران ولاد تاير منهم عائله كعواس عائله يخرف عائله العيساوي
يعني من يجين دانيتين إجن الشرف إجن الشرف ضم قران تشكاخذن وتعود الشكر ضم قران خو بريدة يحضرين دانيتين لأن ما كفسا زغاس باسكليت إجنو كافس ضم قران روخ الحمد لله يين القدرون ويين تخزن تبارك الله تيسي 200-500 واحد ما شاء الله تبوريدة يين دانيتين الألعاب القنص لو تير دو شاس ومادو مغينر كيدو بطل التحديات المغامرات حميد قنوجي اللي ما غاديش يستسلم ان شاء الله غادي يزيد القدام يزيد القدام باش يشرف هذه القبيله. انا غادي نشرفها ان شاء الله كريادي في المغامرات والتحديات وهاد الناس هادو كل واحد يدير مجهود. وكنشكر نعاود الشكر السي نجيب السبع اللي جا متوجطات باش يحضر في هذا الحفل الكبير باش يتقار ست مازيغ ثمغرة وتبارك الله عليكم وتشكاكم. شكرا سي حميد بارك الله فيك. سي محمد مرة أخرى أهلا وسهلا مرحبا بملتقى من محمد. إن نغل يعني الأهداف المتوقعة من وراء التنظيم هكذا ملتقى تشكري شمرة أخرى سيناجي استضافة الاختيار المبدأ من أجل الحديث عن أحداث وعن لقاءات وتسليم توقيع الاجتماعيين يعني على رأسها هذه الملتقيات التي الأساس ديالها هو التزاور هو التعارف هو التواصل. لأن التعارف والتواصل كما ترى الآن هذه عائلة ديالي أبو الغازي أو مجموعين على طاولة واحدة كاين اللي منهم ما تشوفش هذه 30 عام 40 عام 40 عام ها هو تجمعهم طاولة واحدة يعني يكفي هذا هذا التواصل والتزاور وهذا التضامر هذا هو الأساس للتنمية لأنه لا يمكن الحديث عن التنمية دون تعارف دون تعاون دون 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 تنسيق ما بين الإخوة الأشقاء. إذا السيناجي من الهدف زي الملتقيات الهدف هو التعريف بالمنطقة السنين يبدأ المواطن إنسان ما يتعناه وندي يخرقن من يخرقن من أجداد ناس من يخرقن من أهل ناس من يزدكين أن الطموات غيمة غاسة وبالتالي لفت الانتباه من طرف المسؤولين ونعم لأن يعني هذا البلد هذه الأرض رها مهمشة هذا أمر في غاية الأهمية وهو أن هذه الرحلات وهذه الملتقيات يعني الهدف منها هو الهدف منها هو إظهار وإبراز المفاتن ومحاسن ديال المنطقة والشساعة ديالها يعني والمؤهلات ديالها الطبيعية الفلاحية السياحية إلى غير ذلك. لكن بجانب ذلك نقول على أنه هذه الرحلات هي نبش وكشف كذلك للجوانب المظلمة الجوانب المظلمة وأقول هذه الكلمة وأعيد تكرارها لأن المنطقة الآن التي نتواجد فيها يعني شبه مهجورة والسبب في هجرانها من قبل عائلات برمتها قرانة إن شاء الله والدين كل شيء تبارك إن العائلة من ذهب عليهم ومن سلسلة مهرة صحيح الحمد لله لا يبدأنا وزين تجي بقاع العالم قاع زي أوروبا داخل المغرب خارج المغرب صحيح صحيح أخذين كمل يا سيدي ونشكر جمعية يتنى صحيح جزاهم الله خيرا والإخوان والسيناجي تغطان منايا وخير دي غير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يشتما يمتن بردر ابن محمد شقا تثم زواروث يجل منظر عجيب اشتثم زواروث يسلق ابن محمد هذا نهذا بزواروث ابن محمد أقل أخ راسي
الصحفي ديالنا. هذا شرف لينا سي عبد الله، هذا شرف. جات تنسنيش كينا ديال الجروب وهاكشي واحد الزريش الصحفي ديالنا سي نجيب سبع. شرف لينا، الله فيك، الله يعاونك يا شاب. شكرا، بارك الله فيك. والعقبه ان شاء الله السيمانه الجايه ان شاء الله، ان شاء الله ماني ما نشينا قدر مجموعه ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا، بارك الله عليك. مثلا قدمي تاي 301 باش نزولكم. صحيح، بارك الله فيك السي نجيب ديالنا. شكرا، بارك الله فيك. شكرا سي عبد الله، بارك الله فيك. امشي عزيز الشعمار هذا السي. اهلا سي الحاج، اخي كنت تجمع دابا زوار بخير. بخير بخير. السلام عليكم. اخ شحال تفضل سي نين. كلشي ديالي الحقين. سي الحاج توكل على الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وانا اخوات باش نجمع كيف بخير مليح ان شاء الله. هذا مبروك ان شاء الله. قلت شقا كاع الصحافيين الحمد لله داز بناي. الله يهديك، الله يعمر الدار، الله يحفظك. شكرا، هذا شرف لينا. شرفين، شرف لنا. هذا شقا كاع شمات المار ثانيتين. أول مرة تنصوات ماثا. راه كنيو أول مرة غاد ماثا. أول مرة. باش نديو سال الأجواء التنظيم. الحمد لله ولله الحمد. جات فودة مش أنا، جات فودة الحق ولله. صحيح. كانت سياخات. نعم. نعم أسيدي. وتشكا جاسينا جيم. شكرا. بارك الله فيك. تبارك الله عليك. رجع فيك البركة. الله يحفظك، بارك الله. الله يصلح الأمور للجميع. آمين، بارك الله فيك. شكرا لكم. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. تبارك الله عليك، شكرا. معكم شيشتي عمر من دوار برارت، مقيم في هولندا. السلام عليكم. طرفين، تبارك الله عليك. شكرا. الله يحفظك. تنسي سي حدوش. تفضل. الله يودي. تبارك الله عليك. السي محمد حدوش الغني عن التعريف كذلك من الحاضرين ضمن فقرات ملتقى بني محمد. تفضل سي حدوش. السلام عليكم السي شباب، بارك الله فيك. بدا نقاش بدا تمام زاد صور جال اولين تما تاع الصغار بزاف صراحه. بارك الله فيك. المرد بعد الاثنين ما فيش الجامع جات تمنى وقيت نظام تما الرحله هذا. شكرا بزاف وشكرا كلشي يني تسوار يني السعدان كلشي تشكا جميع اخواننا غيك زناين ماني مجان تشكا حتى ينظمون الرحله الاقتنيه. اول مره شي زيد دقتني كنتمنى غادي نحلهم. نعم. اش تنحل اش تنحل ما سمعتش راسي. اغلبيه نيك زناين اكتشفنا موافقه لاول مره. اول مره. لا عجبني. وتمنى تجي حتى تاع صغار الرحله. واه. تاع صغار ني غاسا عاد خمام ماشي يا ماشي تمحد. واه هي اخت اخذ يدي شال اللوحه خد المنطقه يا. ان شاء الله. ان شاء الله ما نضرش هذه هذيت. ان شاء الله. فرق ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. تبارك الله عليك. نتمنى السعاده لكل واحد. شكرا. شكرا سي محمد تبارك الله. توفيق ان شاء الله. امين يا رب. بارك الله فيك، الله يحفظك. شكرا جزيلا. تفضل. تفضل السي عبد السلام والروح. تفضل. شكرا سي نجيب السلام. الحاجه الماس تكيدا وتمنى هذا الرحله واخد الشموه من هروج ديالها اكثر من هادشي. ان شاء الله غادي تعطي الاكل ديالها عاجلا او اجلا. ان شاء الله هذه الارض غادي تصلح وغادي تكون فيها البنيه التحتيه ولما لا اي حاجه غتكون مفرحه ان شاء الله. هذه هي البدايه. هذه هي البدايه. نكتشفوا المنطقه. شكرا. عاد باش ان شاء الله الساعه ان شاء الله تحول ما هو احسن. شكرا. شكرا، تبارك الله عليك. بارك الله فيك. الله يحفظك، بارك الله فيك. سي ميلود بوتحوياك من ابناء ملال. مرحبا سي ميلود، تفضل. سي ميلود السباحه تشكاريش وشكار مجموعه جميعا للتهاب للرحله يا ذنيتي حتى نتصور في الزبيد. راه خلونا شويه نكسر اول مره اللي غنزلو زاد في الساعه. قلت لنا زي الاخوه تاع الفلوس خصوص يعني بين جوج الناس هذا متي زامور نسل هذا زايد من راجل ما تقدرش على راس الجنازه. تمنى التوفيق للنجاح الجمعيه يقوم الزعامه انا والدتي احنا المعلم ونشكر جميع الناس يحضر والدتي وشكرا خويا رجل. شكرا سي ميلود تبارك الله عليك. بعد
أنا استوريت قلي تيزيو سليمة فيهم تالي وناس بعين الزراب قلي في خاطر ناس عجدير ما فيهم تالي في خاطر عيار وحدود قلي والجماعة الحضرة قلي في خاطر الناس الحضرة قلي في خاطر إخزنايل ما فيهم تالي وفي خاطر الجماعة الحضرة قلي في خاطر إخزنايا ميديا وفي خاطر الناس الحضرة معنا كل واحد بسميته الأحباب والعائلة والناس اللي حضرة وفي خاطر الناس الحضرة معنا دائما بإطار فعاليات ملتقى بني محمد الأول ذنيتين دي دوار ولا التاير لكن سي محمد بودلاح يجن جندي خفاء يجن سيد رأس الدور ضم قران دي الوسائل التنظيمية والوسائل اللوجستية لإنجاح ملتقيات كزنايا برمتها. سي محمد مرحبا أهلا وسهلا مجددا لكزنايا ميديا ودي ارض ولاد تاير بني محمد. نرحب بك هنا ودي سي نجم سبع نهار كبير هذا يعني قبل ما نهضرو يعني كنشكرو يعني سي نجم سبع ولا موقع ديالو بزنايا ميديا يعني على المواكبه ينس المواكبه ديالو اجل يعني هذا الاسبوع الثقافي والرياضي والسياحي ديال اكزنايل ودائما يعني الملتقيات احنا حاضر فيها مسكين كياخذ العناء ديال التنقل ولا هذه ومن اجل يعني ايصال يعني الرساله ديال الصحافه للجميع يعني ديال الناس. سي يعني اليوم ان شاء الله يوم نهار كبير من اجل يعني ارض ديالنا اكزنايل. اول مره يعني كنخدموا على مستوى يعني باش ننظموا اسبوع اكثر من اسبوع يعني كل 10 ايام يعني في جميع اسبوع ثقافي ولا رياضي ولا بيئي ولا جميع يعني ما يعني ما يهم يعني الساكنه ديال جنايه جمعناه 10 ايام من اجل يعني الاخوان ديالنا اللي راجعين يعني من الجاليه اللي راجعين باش يشاركونا هذا
واش واحد الثقافي ولا جاريه اللي من الداخل، من اجل يعني ندير واحد عرس كبير يعني يكون فيه واحد التواصل، يكون فيه واحد التشاور. نعم سي محمد، عندي واحد السؤال. هاد السنه هذه كاين واحد التغيير في يعني في اطار هاد الرحلات هادو، كاين مسمى جديد اللي هو الايام الثقافيه ترى السياحيه والرياضيه، ولا مهرجان اسبوع اللي فيه اسبوع او 10 ايام كما سلف الذكر. كيفاش جاء التغيير؟ وانا كنقول بان سي محمد بودلاح هو يعني المؤسس لهذا التجمع اللي غنقولوا ولا ديال كاع الملتقيات ديال الجنايا، وعطاه واحد الاسم جديد ربما غيكون تقليد ثانوي ان شاء الله. فعلا هو كاين واحد التغير سي نجم، يعني واحد التغير كبير. ابتداء يعني بدينا في 2017 بداو الملتقيات في الجنايا، بداو الناس كيتعارفوا، بداو الناس. كان واحد ملتقى 2017 مكنول، كان واحد رحله اسوير، واحد رحله في مالال، واحد رحله بومن يعني في مالال، واحد رحله في ازرق الشار، رحله في بورد، يعني واحد العدد ديال الرحلات اعطت واحد الزخم يعني ديال التعارف والتواصل بين يعني الساكنه ديال الجنايه. وهذا العام يعني كانوا غيتنظموا واحد ثلاثه ديال الرحلات، وهذه الرحلات يعني تشاورنا ورجعناهم يعني لواحد اسبوع ثقافي شامل يعني فيه جميع يعني المتطلبات. يعني سي محمد ما نكروش بان الرحله بدات كتعطي شويه يعني السلبيه شويه نقولوا، هذا مصطلح تقريبا سطحي. جات الايام الثقافيه الرياضيه والسياحيه باش يعني تصلح داك المصطلح القدحي ولا اللي ما مزيانش نقولوا الرحله، لان كاين منتقدين بداو كيكثروا كيقول لك شنو هي الرحله، شنو كتعطوا من هذه الرحلات. ولكن انا بعدا شخصيا عجبني الحال منين تغير الاسم على امل يتغير المضمون كذلك. فعلا كان انتقادات بزاف يعني بزاف بالنسبه للرحلات، كانوا يعني الناس كيقولوا لنا الرحلات يعني على الاكل والشرب يعني ما غاديش يجيبوا يعني نتائج. ولكن يعني اليوم كنقول لهم بان ذاك الرحلات راه تطوروا وجابوا اليوم راه وصلنا واحد اسبوع ثقافي ورياضي ويعني نعم كما يحصل في جل المدن المغربيه والمناطق. نعم حتى يعني ذو الاحتياجات الخاصه يعني حتى حاجه ما بتصير. نعم من هذا الاخور حتى يعني القران الكريم يعني حتى هو داخل سميتو يعني جمعنا فيه مسائل شامله، وهذا هو النتيجه يعني رد صحيح. على الانتقادات اللي كانت. نعم يعني النتيجه هي الاهم. نعم سي محمد سي ورشاوي كاين غد مازيخت انا راه وين مازيخت مهم غمنا يعني هذا مقران يعني قناديل المواث بني محمد يعني جن حضور هائل يعني سي محمد اكتشف بان الجنايين الاغلبيه ما قاناش اول مره نتزغ المواثق سي ميمي من السبب الجنايين النشاويين ديزي مسري جبارنا سيدي على برقبه اجدياق الاغلبيه السحيقه قاناش اول مره نكتشف هذا المواضيع من السبب من مواجهه السنين شو. نعم الجنايين من السنشن يعني من عهد يعني من عهد قديم ولا من عهد سميتو كاين غاسي التعايش هذا المواضيع السن يعني تخيسنا مواضيع بزاف تخيسنا نجمعنا بزاف رخا ديال الوقت قاتلين يعني لا الجاليه ولا ضعوات الاجيال يعني راح ضارع قبند يعني عقبند سجن افكار سجن من اجل يعني دايرين المشاريع ديال المواطن يعني منين يشوف لك زنين يعني متشبتين بزاف ديال المواطن ربما شحال زمانيه جا العامل البعدي تيرا شان الضر وخا الابريدي عذر المواصلات موجودين رجو خي اكتشفوا المواطن صحابي ولان النغري فعلا هو راه يعني كاين يعني بنيه تحتيه بحال الطريق. نعم. ولكن متو رشيد بن محمد يعني مازال يعني فوتو الجيشه عادي خسر امن كذلك يعني يبرد الحمد لله زكوا ثقافه متو يعده ولكن الفوتو ولا الريزو ولا امان ولا يعني البعد من المدارس مازال مباطي يعني نشتم حل مازال خصها شويه صحيح خصها مازال تيفوت يعني السلطات هنا في المناطق وهذا هو الهدف من اهداف يعني الاسبوع الثقافي هي ديال الملتقيات اللي هامش يعني مقصيه يعني واحد يعني على الهامش ديال التنميه والطلب يعني ديال المسؤولين يعني باش يعني تخمن المساكن الايام
أجل يعني إذا ما سوى تجيبوه يعني زساجاني وذن يعني أكثر من زساجان أجل يعني الوناس قيمة نشبتين زي ما هنسن وهذا هو يعني هدف من أهداف ديال الأسبوع السياحي والرياضي. وإيش الكلمة القبيلة المجاورة يقزنين اللي هي مطلصة أقينا حاضرين كذلك كاين غادي الحنار متولى الأخ الحمد لله هذه قبر يعني المجاورين الزنايين منهم يعني لينيش نتلاقوا حتى في فينا شاركنا أنا نهار هذا كنا في هذه الأسبوع الثقافي صحيح واش يعني من شتى يعني القبائل المجاورة باسم الزنايين وواحد المقتنع اللي شارك في يعني أول مرة عندي أنا أني هي الفروس اللي تبوريدا صح ما هنا في الزنايين أمتوا رمضوا إسعاد هذا الجمهور القضية هي أن الفروسية تقريبا أول مرة توقع في منطقة الزناية يعني نزارت ذي المناطق نعود الأطلس سوس وما إلى ذلك ولكن الزنايين توجين شام عارفين التقاليد قاين العادات الفروسية يعني كما تورى يعني يعني الحماس زمقران فروسية ولا ينث تبوريدا ولا غاس يعني الشوق يعني باش يعني هذه التقاليد الفروسية غاس ندري يعني جزء من الحياة الانسان نعم تورى ديان دعوتيني فئة تير نعم رياضة القنص نعم ديال البلاطو إذن كاين تنوع في الفقرات الشرائح يعني صحيح لا الهوايات ولا الرياضات كاين في الأسبوع الثقافي من كرة القدم نعم المسابقة ديال الجري والمسابقة القرآن نعم وهذا هو التغيير اللي وقع هذا العام هذا ولا يعني سميتو تحسيس البيئي ولا صحيح. يعني كل مجال والا الحمد لله يعني كاين لجان يعني عطات اهميه وجمعيات نشكر من الجمعيات يعني تاخذوا يعني تاخذوا من اجل يعني تديري العمل المشترك من جميع يعني الجوانب حتى يبقى شيء تنتقد يعني من بعدك وجمعيات يعني نسيت فيهم قياس التشارك من اجل يعني يقدم من يعني يعني رؤيه انسان ملتقيه وقتيني من اجل يعني ادير تطور مستقبل وتمنى يعني وخذوا البدايه وسبوسه 2024 هو يعني ملتقى سبوسه ملتقى أسبوع الثقافي أنجوارو من عاش إن شاء الله أديري أكبر وأكبر إن شاء الله أديري إن شاء الله توافق وكبرك الله عليكم نعم سي محمد شين نخيس هذه القمة نايا باش التقليد سنوي إن شاء الله هذه مغاعة ودل مالا المجهود نكون الصحافة إن شاء الله باش تصيبوا من الرسالة شكرا سي محمد قالك الجمعية تاقينا تديري النجاح إن شاء الله شكرا كشي دا نغيش نبدا غيش التعريف خلى الملتقية قاتني غير المهرجان الأسبوعي غيرين فشكرا جزيلا سي محمد سي عبد السلام مسغاتي زي ملال أخيني إيش الكلمة ينسب كذلك دي الملتقى ياخد نهارا سي تشكار غي ودانا يجتهد إن هي اللقاء يا نهارا الحمد لله أول مرة دات غدا باب الدجاج إيوا تشكار سي بودلاح خل اجتهادي تشكار سي نجيم سبع هو دائما مسكين قد الميدان وتشكاي وهي منايا وتشكاي نجتهد نخبر إذا قد الحمد لله القدر روشان 28 كورم زيزي وسليم قابلة كيف درسن هذا خير كبير والحمد لله كل شيء موجود هنا جيين لقايا كل شيء منظمين واجمن ودوين إيسان الحمد لله موجود التيران ديها موجود ومهم أنشطة الحمد لله كل شيء موفر والأمان شيء كل شيء موفر وتشكار غيني اجتهد الخبر إذا أول حاجة ذي اللقايا يلاقات والحمد لله شكرا شكرا سي عبد السلام تفضل عليك شكرا اكيد سي ابراهيم فارس انت رئيس مجموعه فوسا قفوس احد يعني المنظمين لملتقى اخر في البحر الاسبوع المقبل الملتقى تيزي اودرن حاليا قنغدا كاين هذه بن محمد اخي في الكلمه ينس اولا بعد مرحبا بك اول مره في بنيه ميديا بارك الله فيك الاخ الكريم السلام عليكم الاخوه الكرام الله يحفظهم والشكر زمقران الصراحه ومثل نجم السباعي الصراحه
الاستاذ المستوى غنك زناين والصوا التبرازين زناين، ومع ذلك غا شويه البعد في السكن، ولكن الحضورين سربدا اكثر كيدنق ماني ما الحمد لله. ونهار كنغدا الحمد لله ديال الملتقى بني محمد اش تمثل بني محمد ما شاء الله. المهم اجينيش اللقاء ديال المستوى نشي الرحله تنحس بيه نتج تمغرى زناين ان شاء الله ديال سبع الجماعات الحمد لله. ونشكال الجاليه ديوسين غامان دوسين زغبار حد هولندا فرنسا بلجيك اسبانيا، ومع ذلك ديت مواطن النقد المغرب تاين ديوسين زيد دار بيضاء زي مكناس فاس تازازي قنيطره الناظور غربط. نشكرني الشكر ضام قران نبدا غاسني غير اخت مواطن سن خاصة ثمواتن زناين وراء المغرب ككل منتج القويرة الحمد لله والله يخلينا مالكنا. ونشكاك على الحضور ذي حضار ما شاء الله يجي الحضور ما شاء الله ذي المستوى وراء الدارك الملكي وراء رؤساء الدائرة قاع بالدن الحمد لله اسمح حسب يجي تمغرى زناين ما شاء الله. والاستاذ نغ الفاضي الاخ نجيب السبع تحياتي سي ابراهيم شكرا الحمد لله بلا تاكيد من الصراحه وعاودي نعاود ملقيتي زي مزال ان شاء الله ان شاء الله السفتي كوا ان شاء الله لوتر واوت ان شاء الله اذيري الحضور للجميع. بارك الله فيكم جزاكم الله عنا خير. تحيه سي ابراهيم بالنسبه للحضور النهار كمساهمين او كضيوف كمساهمين نشينا كنغنشينا كجمعيه نكزنايا فوسا كوفوس نشكا قط راس الجمعيه هذه الديار الفرنسيه ذين خير الحاج سمير الله يذكره بخير قلت رأس من الجمعية نكزنايا فوسا كوفوس داخل الوطن خارج الوطن. والحمد لله الجمعية تخدم سبع الجماعات في دون استثناء لا المرضى ولا قدوي احتياجات خاصة. وإن شاء الله ذي المقارب المقار غنغير الجمعية نخدم خاصة العامل إن شاء الله المقر قواديري ذي أكلوا إن شاء الله ذي الدائرة يشوين بإذن الله سبحانه وتعالى. وشكاق الجمعية الصراحة ولا الفاع الجمعويين الصراحة قيت غا مارخ مرايا نشكر ديجا الشكر ضم قران وراد رؤساء الجماعات ونشكر جميع المشاركين كذلك والجميع وبارك الله بكم. ونشكر مثلا صحفيين بارك الله فيكم حضورين سلم دقت اكيد نقد وبارك الله بك الاخ نجيب شكرا جزيلا سي ابراهيم هذا شرف لينا ورحمه الله وبركاته جزاك الله تحياتي بارك الله فيك شكرا جزيلا زكني وجوني كي حضرنا كذلك السي عبد المؤمن من قلاح انت مسير مسجد القديم اشعر عيسى الغني عن التعريف سي عبد المؤمن اول مره على منبر كزنايا ميديا نقراش بالتوفيق اولا في التسيير ان شاء الله المسجد القديم شنو ممكن اخذيني بالمناسبه ديال النهار ديال لمايا قاتني كزنايا صحيح الله يعطيني اللقاء للتجمع التعارف القبائل كزنايا بصفه عامه كل شيء كمؤسسه يعني للمره الثانيه نتشارك الملتقى وقتني بعد ملتقى من يحمل ازرق شعير اعتقد هذه هي زياره غانور صحيح ونهار يعني استجبنا الدعوه اللقاء مع الاخوه القديمين اللقاء وقتين كيشتمحل وبالنسبه لي شتي اول مره نستنى شتمحل وانا نستجع عماص الاغلبيه مي خانيك اول مره تطيش اول مره نصور هذا وعلاش الشرف ذوق بالنسبه للمؤسسه وعاونين بالطلاب في المنطقه كاين السواد دي سي خباب النواحي بس باش يمكن يمكن عامل البعد وقيلا كان واحد الشرف نعم بن محمد الحمد لله زي قبائل زي كزناك مختلفة زي المملكة نشي يعني مش بالنسبة لي اشتم حد يلا جغاري جنايم الدوكر يعني الغرمارة ربما السيد من السفاتين زي عائلة زحاب زي عائلة فارس هذا ما من يغانغ العلاقة قاش محد من يوا واتمنى ان شاء الله من يقاتين انه يجب التعارف صحابي هو القبائل الانصراف بين مجال وجعلنا شعوب القبائل يتعرفوا التجمعات هذا قد يجي المناسبة باش نتعرف خير هنا نتعرف الثقافة ديالوش هنا نتوالى واحد الأنشطة هذا هي يعني من التراث يزين تفتخر الشيء اللي الوطن ونطلب الله أنه يديرين كل سنة كل سنة إن شاء الله. شكرا الله يحفظك المهم اخونا الضيوف ديوسين زيد دواير زيد واعقر دوايا اش تعرو عيسى جماعه تيزي وسلي وسينا نغدزي المسجد القديم المعروف بسفينه القران الكريم الذي نفتخر به كإكزناين لانه مناره للعلم. تحيه للسي عبد المؤمن تحيه للسي عبد الرحمن الاسم الكريم.
سي حسن، سي عبد السلام، اهلا وسهلا. سي عبد الرحمن، من خيرتنا الصراحه. بقات الذكريات ديال الرحله ديال اماني حمان، هذاك يعني واحد الرحله اللي عظيمه ما عمرها تنسى داك الزياره. فشكرا جزيلا نيابه عنك زناين كلشي والمغاربه كذلك، لان المؤسسه معروفه الحمد لله على الصعيد الوطني والدولي، فمزيدا من تالق الازدهار للمؤسسه القرانيه. تحياتي، تبارك الله عليكم. ونشكر الفنزيز الشكري مغار، ونتمنى هذا ونعجب الحال مرة، ونتمنى ما تفرح مرة، ونطلب سيدي رب العالمين اللي قيا ونتان ذواد السباب أتنفك العزلة خمطالسة ولكزنايا وذيرين يبرد منيما وذيرين ومان منيما، ونتمنى سيدي رب العالمين الذي يستجب الدعاء. جمعيات الشرفاء للتلمية والتضامن على رأسها ومثنى السي رشيد اليعقوبي الرئيس الجمعية، قد حية سجن تحية نضالية، ونشكر مرة عين سهرن خلي قيا ونتاي وبدغ الأجود ومثنى الحاج أحمد كعواس ديك مثنى مرة بدون الاستثناء، مرة عين حضر النوسين غار نغدانيتا حضر دي اللي قيا ونتاي باش غادي ينجح لقاء والدها. الحمد لله قات ناجح وديبا، الحمد لله خلق يا والدة، الحمد لله خارجات اكيد من خارجات يعني اكبر سن، ولكن مالغري رحمو مالغري يعني البعد مالغري ايامات العطله، ولكن نهار النظام انخضع من سن وجدها العطله يا نتا. نشكر مثنى الحاج محمد يخلف هي اكبر مجهود، وغنبدي استيقاظي اللي قيواني تما غادي ينجح، غادي ينجح ان شاء الله باذن الله في الف نجاح من كل واحد يدي بلاصه ضيوف، والا غادي يفرح واكيد نغنشط واكيد نفرح اللي قيواني تام، انما اثمثنا يدي بلاصه زي البعيد زي القريب. مرحبا بكم بألف مرحبا في باب الدجاج في ملتقى مغاربه العالم الجالية مغربية ديوسين زكروبا، أثني يحفظ رب العالمين دي السفرة اللي رطور، ونتهنى الشعب من كون يجن زين غادي يتقدم يجن ناسيف خياك مثل غادي يدال منتوج تبور لنا، أنسجع المنتوج تبور لنا، ونسجع عيث مثلنا، ونسجع السكينة أنتمور لنا. جمعيات الشرفاء للتنمية والتضامن هيك مثنا نهار النداء غير نغليقها اكيد ون ذي باب الدجاج. وزيز تستافد المنطقه يا ثانيتا، وزيز تستافد السكينه يا ثانيتا، انما شي دم وطننا كما تعلمون ايها الاخوان تعانى ستهميش، دم وطننا تعانى وغالب يبرد المنيما، يقصد فيك العزله غير جميع المناطق باذن الله، ويخسر ضوض الومان مانيما جميع الطيور، ويخسر ضوض الخوف مانيما. هذا هو الهدف ديالنا، الهدف النغوة هو غادي نفك العزلة وديري يبريد غادي نفك مانيما، وضوض ليكم يا يسوال نمان السكينة يتفضم ورثا، إنما ماشي سهل السكينة يقيم ديه ورثا، يعني قد عانى سجل معاناة كبيرة، نتشي نهار إذا المجهود النغوة هو غاتنفك العزلة مانيما، أضوض نبرد مانيما، وديرين ومان مانيما، وتيري ثوف مانيما، وتيري الدراسة، السكينة، يحنجرني مزيان، يدان ديال المنطقة يا ثانيتا، يتخسى هذا سنرشيد المساعدة، وإلا نهنينا ديرين المدارس، ونتمنى غاديين السبيطارات، ونتحيا مرة، ينيتا الزين دير خير. ارزون خير دمور فذانيتا إنما ثامور النغ كما تعلمون أيها الإخوان في أيامات الاستعمار، ثامور النغ جهد نديس لأجداد النغ ينزل من جهة مغار باش تقيم ثمور ثاو حرة إي أبناء المنطقة. أتفاعل ذاك يا السيد، يلا يلا فعلا ميخة خرة بارك الله عليك. ومرحبا بكم بألف مرحبا للقاء يا وليتا، غنفرح الزون سواطاس يعجب الحاج سواطاس نهار النداء توسين في جزيرة الرحيم، لا تنسى قدامك مثل الوالي مسزرين مدة 50 سنة
نهار الوداع غادي يجي اللقاء والحضر لحم جامن مزيانا بحال جامن قرانا والحضر ان شاء الله مره ابناء المنطقه هذا الضيق لاسانس بروبا ولا زين مملكه زيكون لمدينه الحضر ديال اللقاء يا وليتا انما وجه اللقاء مهم انطلب الى رب العالمين اللقاء يوم غادي ينجح بألف نجاح ونشكر المهرجان الشكر مبار وبارك الله فيكم اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله عليك. سي محمد امهاج القادم من اكنول لهذا الملتقى المنظم ببني محمد. تحيه اولا للاعلام المحلي وتحية لجميع ساكنة كزنايا اللي كيحيوا هذا العرس. هو عرس نضالي ولقاء نضالي كيوحد جميع مكونات ديال قبيلة كزنايا من شيوخ ورجال ونساء وأطفال أبناء كزنايا. هدفهم الوحيد هو التواصل وصلة الرحيم ما بين أبناء الجالية في الخارج وأبناء الوطن. وكنتمناو أنه هذا اللقاء التواصلي يعطي الأكلة ديالو، خاصة وأن هذه المنطقة كتعاني عدة مشاكل، خاصة أنها كتعاني التهميش من طرقات وصحة وتعليم وماء وغير ذلك من نقص في البنية التحتية. نتمنى من الحكومة ومن المسؤولين على المستوى الجهوي ولا الإقليمي ولا الوطني أنه يشوفوا بعين الرحمة لهذه الساكنة اللي كتعاني تهميش، سواء بني محمد ولا في مالال ولا في أجدير ولا في بورب ولا في تيزي وسلي ولا سيدي على بوركبا ولا جبارنا. انه مناطق اللي قدمت الغالي والنفيس، مناطق اللي قدمت الروح ديالها من اجل استقلال الوطن، من اجل استقلال هذه البلاد ورجوع محمد الخامس رحمه الله عليه، وبفضل جيش التحرير اللي كان المركز ديالو هذه المنطقه بالضبط، لانه غير بعيد منطقه بوسكورن على هذه المنطقه ديال باب الدجاج، هي منطقه ديال المناضلين والمجاهدين. ونتمنى من المسؤولين يسمعوا الصوت ديال الساكنه، الصوت ديال القبيله ديال جنايا اللي عندهم الغيره وطنيه. وشكرا للاعلام المحلي مره ثانيه. شكرا جزيلا سي وزير، بارك الله فيك. الله يحفظك. سلام القيدي عن اللجنة التنظيمية لملتقى بني محمد هنا في منطقة باب الدجاج، غايقول لنا الارتسامات ديالو حول هذا الملتقى التاريخي والناجح. فشنو هما المراحل اللي مريتوا منها التنظيميه والصعوبات اللي لقيتوا؟ عرفنا بانكم ضربتوا تماره، فعطينا يعني الخلاصه ديال اللجنه التنظيميه، يعني التفاصيل ديال التنظيم. السلام عليكم. اول حاجه كنشكركم على كزنايا ميديا نجم السبع اللي حضر معنا هنايا في الملتقى. يعني الملتقى الحمد لله والله العظيم واحد النجاح كبير، خصوصا ما كناش كننتظروا هادشي، لان كنا درنا غير يوم الاحد ولكن حنا بدينا البارح، وكانت واحد الاقبال كبير والحمد لله غادي الامور مزيانه، وكنرحبوا بهاد الناس اللي جاوا. نعم السي عبد السلام، البارح واش كان يعني الافتتاح الرسمي ولا كان تجريبي لهذا اليوم يعني الرئيسي؟ كان غير تجريبي، كنا درناه غير يعني للناس اللي ساكنين هنا ولكن جاوا محليين، ولكن جاوا لنا الناس البراريين. وكان زعما البلاطو يعني ديال الشمس كان خدا واحد النجاح كبير، والفروسيه وواحد يعني واحد الفرقه من التوريت يعني معروفه يعني واحد الفولكلور. والحمد لله يعني حتى الناس الاخوان ديالنا. لكن ممكن تذكرنا بالفقرات اللي باقيه في الملتقى؟ الفقرات اللي باقيه انا راني دابا حاليا مكلف بالبلاطو، ولكن كاين السي محمود القايدي هو اللي يعني غيعطينا الفقرات كاملين ديال اللي باقي يعني باش ما نديرش شي خطا. تفضل سي تفضل. شكرا سي عبد السلام وشكرا سي نجم، بارك الله فيكم. بالنسبه للفقرات اللي بقاو دابا ربما كاين افتتاح غيكون بعد قليل ان شاء الله بآيات بينات من ذكر الحكيم.
السيد العساوي سليمان، ومن بعد تليه يعني كلمة ترحيبية، وكان كلمة ديال رؤساء الجمعيات المجتمع المدني، وكان شي واحد هما غيصد لنا واحد القصة يعني على الهجرة وعلى الناس المقاومين اللي كانوا في المنطقة، حيث هذه المنطقة تعتبر كمركز، لأن من هنا على بعد واقيلا شي 20 متر كاين الدار اللي كان فيها السي عباس والسي مساعدي، يعني تعطيو التعليمات للمقاومين بوسكور، والمهم في هذه المنطقة ديال جزنايا كاملين. وتنشكروا الحضور الكريم، ومن بعد المهم كاين جوائز وكاين شواهد تقديرية سوف تقدم لمن يستحقها، وفعلا يعني الإخوان كاملين، يعني كل واحد بذل مجهود كبير، سواء الناس المحليين والناس المهم ديال جزنايا كاملين والمطارسة. وتنتمنوا ان هذا الملتقى يعني يكمل بخير وعلى خير ان شاء الله ناجح، وتنتمنوا النجاح والتاني للملتقيات المقبله، سواء في مجموعات رخشار ولا في مجموعات فوسكوكوس في تيزي ومزهر وفي جزنايا. المهم كل شيء هذا الشيء حنا تيرجع لنا بالفضل وتيرجع يعني بالنفع على جزنايا كامله. وتنشكروا السي نجم السبع والاخوان كاملين، شكرا وبارك الله على الجميع وشكرا. من ضمن الضيوف في هذا الملتقى، ملتقى بني محمد الأول في نسخته الأولى، السيدة نجية الروجي رئيسة جمعية جزنايم للتنمية، غادي تشرفنا بالحضور ديالها في موقع جزنايم ميديا، فكنقول لك مرحبا الأستاذة نجية، هذا شرف لنا أول مرة غادي تكوني معنا في جزنايم ميديا. هذا أولا. شكرا، بارك الله فيك سي نجيم، تبارك الله عليكم، نتمنى لكم كنهنيكم بعدا على كاع الأنشطة ديالكم والتغطية ديالكم كاع يعني ما يجري في جزنايا. واليوم أيضا كيشرفني أنني نجي نلبي الدعوة ديال الإخوة حضروا معاهم هاد اللحظات هذه. نعم. والله يوفق الجميع ان شاء الله. استاذة نجية، يعني في اطار هذا الملتقى ديال اكزناين بصفه عامه في هذا الاسبوع، هذا كاين انشطه ديال جمعيه اكزناين للتنميه، فاذا كان ممكن يعني تعطينا ولو غير يعني نبدا مختصره، يعني شنو كاين موجوده لنا الجمعيه ديال اكزناين اللي هي ام الجمعيات، وهي اللي قامت بتأسيس يعني الملتقيات في أول مرة والرحلات وما إلى ذلك. هذه الجمعية الغنية عن التعريف اللي يعني اللي الكل يشهد لها، ماذا يعني شنو جدت لنا الجمعية هذا الصيف هذا ديال هذا العام؟ نعم، دابا هذا السؤال هذا في الحقيقة المهم كاين جمعية جزنايين غادي دير واحد الحدث اللي هو مهم جدا، واللي نقدر نقول لكم هو انه غيكون تكميله لهاد التظاهرات اللي بداو لهاد نهايه الاسبوع وغيمشيو طيله الاسبوع، تكميله بنوع اخر من ما تحتاجوه منطقتنا. وان شاء الله خلال هذا النهار هذا غادي تعرفوا التفاصيل. نعم، سي نجيم السبع سبقنا سباق يعني سباق الى سميتو سباق صحفي، ولكن الامر يعود الى المكتب المسير ديال الجمعيه، مشكوره يعني مشكوره منذ البدايه، فاحنا كنتعاطفوا مع هذه الجمعيه، كنا يعني كنا وما زلنا مع هذه الجمعيه، شيء انا ما بين هي ام الجمعيه ديال الكزنايم، هي ام الجمعيات ومحتاجه لكل واحد في الجمعيات. واللي نقدر نقول هي انه الحدث ديال جمعيه الكزنايم غادي يكون الحدث الرئيسي غيكون نهار 5 و6 غوش، وغادي يبدا نهار 4 بواحد الاكتيفيتي تكميله المكان يا استاذ في عين حمراء، وغادي يكمل عاوتاني نهار 6 اون اوتر اكتيفيتي عاوتاني ان شاء الله. شكرا، غادي تعرفوا التفاصيل لاحقا ان شاء الله اليوم ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا استاذة نجية، هذا شرف لينا انك خصصتينا بهذا اللقاء هذا، بارك الله فيك والله يوفق الجميع والله يسخر الله يكمل كل شيء. شكرا جزيلا، بارك الله فيك، يلا شكرا سي نجية، تحياتي.
الأستاذ حسن قنوش رئيس فيدرالية التنظيمات المهنية بدائرة أكنول معنا هنا في ملتقى بن محمد في نسخته الأولى. سي حسن أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا على موقع زنايا ميديا. بارك الله خير نجيم وحياكم الله انتما والإخوان اللي كنقوموا هذا النشاط الإشعاعي اللي هو حقيقة بادرة مهمة وما أحوجنا كولاد القبيلة وكمنطقة مثل هذه المنتقيات اللي كيجمعوا الساكنة ويأسسوا إن شاء الله لما هو أهم من هذا اللي هي التنمية من خلال التوعية ديال الناس وتعريفهم سواء المنطقة بالقرى ديالها بالإمكانات ديالها بالحالة والوضعية ديالها ونتمنى خير إن شاء الله. نعم سي حسن، يعني في ال كمساهم في الملتقى او كم يعني كم ضيف يعني كما نقول حقيقه تمثيلها انا تمثيلها فيدرالية احنا من المهم ديالنا من الواجب ديالنا انه مصممين الاهتمامات ديالنا في المنطقه ديالنا اي نشاط ديال الاستثمار كي هدف تعريف هذه المنطقه والخدمه ديالها. نعم، وبالنسبه للمنطقه سي حسن كنشوفوها بان منطقه فلاحيه، واش كاين ربما مستقبلا شي حاجه ديال ربما تدخل فيها الفيدراليه؟ هنا يعني في هذه البلاصه بالضبط بن محمد اصلا في هذه المنطقه منذ سنوات كاين تمثيليه هنا كاين مشاريع عندنا هنايا وكاين عندنا الجمعيه ديال مسعود هذا الشيان وكاين الجمعيه ديال الله ديال ولاد التاير ديال الجسميات كثر ديال الزيتون وكاين مشروع ديال الفرو ان شاء الله وبالتالي كاين مشاريع وكاين تمثيليه بالنسبه للفضائيه. انا شخصيا من الاخوان ديال الفضائيه قمنا بزيارات متعدده لهذه المنطقه كنعرفوها مزيان وكنعرفوا بانه وللاسف نقولوا بانه كاين هضره ديال واحد الامكانيات اللي مهمه جدا المساحات المتواجده من الجبل المنتزه مسلم هنا هي مساحه كبيره جدا فقط خص تلقى شي مشكل شي حل المشكل ديال الماء اللي هي اشكاليه حقيقيه وراها في الاتجاه هذا كاين ان شاء الله منتدى فور في تيزي مسلم من اجل الحديث على هذه المشاكل ديال الماء. شكرا استاذ حسن، بارك الله فيك. تحية مجددا مع ضيوف الملتقى، ذكرونا بالاسماء، اسم الكريم. أشعي عزيز. أشعي عزيز، الله يعطيك نتناش تفضل عليك. زين مرحبا الحاج محمد. أهلا وسهلا. نجيم السبع، قزنايا ميديا. سي أشعي أهلا وسهلا. لاباس الله يحفظك ويرجيك الله يخليك تفضل عليك. سوني لقاك كي صبحت انا لقاك كي صبحت ندير معاك الطاولة عمري ما كنت حتى هو نجم صبح انا هو نجم صبح الله يحفظك بارك الله فيك. انا قلت لها عرفتي سيدي فاكدل حتى جاوة صغيرة انا والمواعد بارك الله فيك. شكرا جاري العزيز الجار ديالي كاين في طنجطات والسي اشعي عزيز كذلك فتحية لكم جميعا الله يرضي تبارك الله عليكم شرف لينا اشعي عزيز مشرفين تبارك الله عليكم الله يحفظكم بارك الله فيك. ما زلنا في هذا الملتقى الجميل والتاريخي معنا السي الزعيم زعيم أزناي الغني عن التعريف والذي قدم الكثير لمنطقة قزنايا على مستوى التواصل الاجتماعي بتنظيمه لمختلف المناظرات والبرامج النقاشية بين مجموعة من الفرقاء السياسية كذلك والاجتماعية. اخي اني ورينت كذلك ذي النهار والدين التاريخي اول مره في مدرسة كذلك الزعيم كنسنيت كذلك نيه برامج نقاشيه سويه فهذا لقاء يعني على ارض الواقع. اخي اني الكلمات كذلك ذي النهار الزعيم شرف لنا اننا فاكس من كل شرف لنا هذا الشمال اليوم
كان كما ذكرت يعني الكلمه النش الجمعه غتفصل على النقطه كي باش تخاصم يعني برامج الجامعه. السلام عليكم. الاجتماعيه والثقافيه ومنها التاريخيه ومنها يعني حتى التنمويه. اذا ذلك نتوجه الكلمه مختصره ان شاء الله، وبدورنا نشين يعني كساكن قبيلة زنايا يعني تشكى ثم تنجم بالاهتمام بالمنطقة، يعني منذ أن عرفنا هو يهتم يعني بالمنطقة، يعني المارة من اللي توقع الغارة ذنيتين سواء المفرحة منها حتى يعني المحزنة. إذا ذنيتين تشكى ريش ثم تنجم وشين يعني دور نقضي الحضور ذنيتين بمشاروتين، هو يعني أنا في المنطقة النصف من داز يعني ربما ما افتقدته يعني دي أزمنة إعدام السنوات إعدام، ربما الأجيال القادمة تستدرك الموقف يعني غدار ديني في المنطقة غدار ديني في المهندس يعني أتحقق ما هو يعني في مس حاجة المنطقة باش الورم يعني ضمواتها يعني ضموات قاحلة لا أشجار لا فلاحة لا أمن، يعني بمعنى يكجن المواد الضرورية أو الأساسية للعيش للمرض القديم. إذا هنا ما راح تتحقق هو يعني الحداجة غيج المستجمع غيج المعاون غيج تضافر الجهود ويعني توجيه الرسائل للجهات المعنية باش دار الدين. إن المجتمع المدني ليس بإمكانه أن يحقق ما راه من يخص، ولكن مرادين لجنة تكافل الجهود لجنة الضمان لجنة توحيد الأفكار وتوحيد يعني حتى الرؤية يعني نحو المستقبل كل شيء ممكن ذلك. إذا نتمنى يعني الغيرة نخل المنطقة المعارف في أكماله وفي المغرب وفي المنطقة النشين. إذا نتمنى التوفيق إن شاء الله إياش مثلا لاقي جمع دانيتين يعني بجمعية التنمية بني محمد التنمية والتضامن ومع شراكة إياش مثلا غير برسم لأننا قلنا حاضرين وجهة السيد التحية دانيتين وتشكر إياش دومة نجيب وتشكر حضور كثير. شكرا برحمة فيك تحياتي وأنكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ولا نساء ولا تنابزوا بلا القاب بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله السلطة ما نوصلوش نكون هنا اليوم ولكن بجهد الجميع وكنشكر الإخوان كامل اللي جاوا من إقليم تازة أو الناظور أو الدريوش أو الحسيمة ومن جميع مناطق المغرب. شكرا للحضور الكريم ومن بعد السي القايد محمود غادي يتقدم كلمة الترحيب وشكرا للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وآله وصحبه ومن به اقتفى. السيد ممثل السلطة الإقليمية، السيد ممثل السلطة المحلية، السيد ممثل سلطة المجلس الجماعي لتيزي وسلي، السيدات والسادة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، السيدات والسادة رؤساء وممثلي الجمعيات والمجتمع المدني، أيها الحضور الكريم، بداية أود أن أتقدم لكم جميعا بالشكر الجزيل على حضوركم هذا اللقاء التواصلي اليوم، فأقول لكم مرحبا وأهلا، شرفنا قدومكم يا أعز الناس. تشرفنا بحضور معاليكم ولا تفي العبارات للتعبير عن سعادتنا بلقائكم. نشكركم أن تكرمتم علينا بزيارتنا في قبيلتنا الحبيبة بن محمد أشتمحن. إنكم في ابن محمد، وابن محمد كانت قبل حضوركم في هذا اليوم الأغر كانت مهجورة وخاوية، لكن الآن هلت الأنوار عند زيارتكم الكريمة وسعادتنا اكتملت بوجودكم. وعليكم أيها الحضور الكريم، هناك مستجد وهو حضور المستشار البرلماني العزيز علينا والفاضل السيد وجمعاء الشن. نقدم له الشكر الجزيل ونثني عليه بما يقدمه لنا من دعم معنوي ومادي. ولأحيطكم علما، السيد المستشار الكريم هو من المنطقة من إقليم دريوش، فمرحبا به إقليم دريوش وخاصة بعين زوراق، فمرحبا به وبجميع الإخوان الأخوات في عين زوراق وفي مطارسة وفي ربوع كزنايا وفي الوطن الحبيب ومن المهجر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سي محمود، بارك الله فيك وجزاك الله على الكلمات الطيبه. وكنشكروا جميع الحاضرين. كنطلب من السي ابو الغازي يتقدم يعمل كلمه باسم الجاليه المغربيه المقيمه
بالعالم، ما غاديش نقول اوروبا، بالعالم. سي محمد ابو الغازي قضية ابطال مشكورة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخوتي أحبتي في هذا المكان المبارك العظيم المسمى بني محمد، بني محمد هذا الجزء الذي لا يتجزأ من قزنايا الحبيبة، من قزنايا أمنا والتي تجمعنا وتربطنا. أحبتي أتكلم إليكم اليوم بوصف واحد من أبناء هذه المنطقة، من أبناء هذه المنطقة التي هاجر أهلها إلى خارجها، هاجروا هجرتين، الأولى داخل الوطن والثانية خارج الوطن. والهجرة ليست عيبا، والهجرة ليست عيبا للبحث عن الكرامة وبحث عن الخبز وبحث عن العيش الكريم، لكن العيب هو حين يهاجر الطير، حين يهاجر الإنسان من موطنه وينساه ويهمله ويرجعه إلى الوراء، هذا هو العيب. ولكن إخوتي الكرام، بوصف واحد من أولئك الذين هاجروا إلى خارج هذا الوطن، بوصف واحد من هؤلاء الذين هاجروا إلى خارج الوطن في أوروبا والذين هم اليوم ينتظمون في أجسام جمعوية كبيرة وضخمة وهمهم جميعا هو الارتباط بالوطن، نحيطكم علما بأن إخوانكم المتواجدون على أرض أوروبا يعيشون بأجسامهم فقط في أوروبا. اليوم السيطار مع ذلك جاء حضر معنا شبيعيا، ولكن جاء إشاكنا هذا اللقاء هو من منظمين من اللجنة التنظيمية، ولكن سمحنا له كان عيان مسكين، راه اليوم حضر بكل حرارة، كان عيان بزاف ومشى للإرجونس البارح، كان في السبيطار البارح، ونتمناو له الشفاء العاجل بجهد الله سبحانه وتعالى. وكنشكر رجال السلطة بارك الملكي القوات المساعدة اللي جاو حضروا معنا البارح ونظموا معنا الرماية والتوردة، واليوم راهم حاضرين كذلك وشوفتات باش تشاركنا اليوم نهار كبير هذا. حفظك الله ورعاك، وسي القنوجي كان مسافر، سي القنوجي حميد يلا جا وعدني باش يحضر، وهنيئا له وشكرا له ومرحبا بكم جميعا. السي بودلاح فليتفضل مشكورا، قائد هذا اللقاء، غادي نسميه قائد هذا اللقاء، وخدم تحرك بالإدارة ديالو 10 أيام وأنا في الإدارة ديالو في السلا من الصبح واحد اليوم حتى الشمس الليل وأنا في الإدارة ديالو مع الموظفين ديالو باش نوجدوا هذا اللقاء. وشكرا له ابن قزنايا ومقاول كبير في السلا، يعني مشى يمثل قزنايا في السلا، وكندعيو معاه نتمنى الله العمر ديالو والصحة ويجعل البركة في الشركة ديالو في الإدارة ديالو. شكرا له، تفضل سي عبد الله مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني
أخواتي بقبيلة جزنايا من مسؤولين ومنتخبين وجمعيات المجتمع المدني وجميع الفاعلين. اليوم إن شاء الله واحد يوم كبير إن شاء الله، يعني بهذا الجمع الكبير من الإخوان من جميع الفئات. ما غاديش نتكلم على الإخوان يعني اللي غير، أنا نتكلم على الأهداف ديال هذا الملتقى، هذه الملتقيات اللي نشهدوا يوم الأيامات في قبيلتنا إجزنايا. كما كيعرفوا بزاف ديال الإخوان ولا الجمعيات بأن هذه اللقاءات بدات تقريبا من 2017، يعني بداوا اللقاءات في قبيلة إجزنايا، منهم رحلات لهم رحلات وملتقيات وتجمعات ومعارض، إلا أن هذه السنة هذه يعني عندها واحد طعم خاص كما كنشوفوا الإخوان ديالنا جميعا من الجمعيات بغاو يعني يدخلوا باش يخدموا البلاد ديالهم واحد الحماس. وفعلا على من بين الأهداف يعني ديال هذه السنة هذه هو تنظيم الأسبوع الثقافي السياحي والرياضي الأول في إجزنايا. كما كنعرفوا عند اللقاء الملتقى الأول عند فضل الأرض الحبيبة ديال بن محمد، وهاد السكينة علاش قلناها هي الأولى يعني من الملتقى نظرا من التهميش يعني اللي كنشوفوا على الأرض. يعني دابا حنا منتخبين ولا كلهم حاضرين هنايا بأنهم يعني يحيدوا ذاك الخلافات ويخدموا كيد واحدة من أجل هذه الأرض، ويقدم كل واحد يعني في المستطاع ديالو، ونحيدوا ذاك التغنم ديال جزنايا خصنا نحطوها دابا راه منفعتنا في واحد منفعتنا في حتى حاجة. شحال من سنة من عهد الاستقلال ذاك التغنم راه منفعتنا في حتى شي حاجة، دابا خصنا نخدموا يد واحدة من هذه الأرض الحبيبة باش يعني الأهل ديالها يعني يتنعموا بسبل ديال الحياة والطمأنينة، لأن راه كاين واحد المعاناة الإخوان، كاين واحد المعاناة وكاين الناس يعني كيعانيوا في الصمت، وحنا ما خصناش يعني نديروا هذه الملتقيات وندوزوا يعني مرور الكرام، لابد يعني خصنا نخرجوا بتوصيات للسنة القادمة ونشوفوا شنو الإنجازات اللي قمنا بها واللي ما قمناش بها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سي عبد الله بارك الله فيك، شكرا. الخلافات ما كاينينش، الرؤساء الجمعيات كلهم كنشوفهم هنايا حاضرين، إذا الخلافات ما كاينينش، وإذا ما كانوش الخلافات ما نخدموش عاوتاني، حنا شوية المنافسة ياك سي الخواخي شوية الزيار ياك. شكرا شكرا لرؤساء الجمعيات وبصفة عامة الجمعيات اللي شاركوا معنا في هذا اللقاء، كلهم كتشوفوا هنا الأسماء ديال الجمعيات، ونتمنى إن شاء الله يكون واحد اللقاء عن قريب يوم 3/8/2024 تيزي ودرن أزرق الشهر، أزرق الشهر السي حسين شاليم والجماعة ديالو، تيزي ودرن رئيس الجمعية السي الخواخي سمير، السي إبراهيم فارس المناضل الكبير بوردو ياك فرنسا بوردو، شكرا لك بارك الله فيكم رؤساء الجمعيات جميعا اللي نظموا هذا اللقاء باش نشوفوا هذه الوجوه الطيبة. شكرا لكم جميعا، وكنطلب من الأئمة ديالنا يعملوا لنا قراءة جماعية مغربية. شكرا لكم مسبقا وتفضلوا ومرحبا بكم. مازيخ ومرحبا بكم الاخواننا غديوسن زين كل مكان، الجاليه ذا ثروان الجاليه ربما هو السيو النبو اللغه العربيه نقرا غازن اي شمال ثروان الجاليه داخل
الوطن. مرحبا بكم بقاك انت مورد النون علم رمز التعارف العرف هي الاصل انت مورد النغ اجي نتواصل مع جميع الادارات النغ المغربيه وخان تسهل الامور. وتحياتي لاطفال ابناء الجاليه واطفال بني محمد واطفال الجنايه الشباب اللي غيمثلوا في المستقبل ان شاء الله. شكرا لكم. معنا واحد الطفله الصغيره المناضله الصغيره القيدي وئام اتيج الكلمه دير واحد الكلمه تمثل اطفال هذه المنطقه. تفضلي ابنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على اشرف المرسلين واصحابه الاكرمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سروري أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وأصدقائي المتعلمين والمتعلمات استقبالكم في لقائنا الرائع والمتميز بمختلف شرائحه الاجتماعية سواء من داخل الوطن أو خارجه، ونحن مقدرون للغاية لتواجدكم معنا في هذا اليوم الأغرب لمشاركتنا هذه الأوقات المليئة بالأفراح والمسرات. نخص بالذكر الضيوف الكرام وعلى رأسهم السلطة المحلية والمنتخبون وأطياف المجتمع المدني والذين قطعوا مسافات طويلة ليشاركوننا هذا اللقاء الرابط بين حلقات الماضي والحاضر لاستشراف المستقبل. السادة الكرام، إن لقاءنا هذا يكتسي طابعا خاصا حاملا بين طياته أبعاد ذات أهداف تنموية لإرساء قيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ذلك في قلوبهم
على بكم أظهرتم من السهول وكتوق مبورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعدنا للكافرين سعيرا. مشكورا يعملنا شي قصة ما عرف شنو فيها دابا هو يعطينا شنو غادي يكون. انا عارف انا ما تسوفنا حتى اليوم قلت له علاش ما بقيتيش بحال داك الوقت باش نعقل عليك دابا شرفنا بجوج شي ما عقلشي والحمد لله هذا اللقاء هذا هو السبب ديال هذا اللقاء باش نتلاقاو مع ابناء المنطقه ديالنا يعني هذا من ابني وجدو وانا من ولاد داير ما كيملاش جوج كيلومتر بعيد العائله ديالي والعائله ديالو ولكن 50 سنة او اكثر ما تشوفنا حتى اليوم. شكرا للمنظمين اللي سهروا عاد لهذا اللقاء باش نتعرفوا مع العائله ديالنا ماشي مع البرين الاول العائله 50 40 60 سنة الناس ما تشوفوا تلاقوا هنا اليوم. شكرا لكم والفضل كيرجع للجميع. السلام عليكم ورحمه الله. تحيه لهذا الجمهور والسلطه المحليه نشكركم بزاف على العمل القيم ونحن عندنا قصص ماشي قران ولا شي حاجه ولا ما حضرنا شي ولكن عندنا قصص ان شاء الله نعاودوهم نتمنى ان شاء الله غيعجبوكم. الاولى عندنا ديال المقاومه ديال جوج اكتوبر حنا متواجدين اليوم في باب الدجاج قزنايا وفي الوسط مع مطارسان وجبال الريف. نبداو في القصة ديال المقاومة وهي جوج اكتوبر الهجوم يا اخي عربي احترقوا الاطارات هدموا المباني يا ليلة الهجوم كل شيء كيجري برد واكنونة جديد تيجيو شديد صباح وطلع النهار والطيارة تجري الجبال العالية والمدفع يزقي حمد ربي وشكرتو على مرضى قلبي والأسلحة تدخل والجيش صبح مكسي بسم الله بدينا وعاوننا الجبار مذكورة في القرآن الجهاد في الكفار الأسلحة تدخل من مصر في البحار عبد الكريم الخطابي الزعيم الكبار لا يغرنا الدرهم ولا الدولار الاستعمار عدو وما فيه ما تختار إمام المتحدة وتنفذ القرار طهرنا بلادنا من العديان الكفار بنفس ومكناس وعليها قصاص تونات وعين عيشة والله يحد الباس لا تقل تمن في كحل الراس وقعات الضحية ويرحم سي عباس وقعات الضحية حضروا فيها حراس باعوه الخيانة وشهدوا الزور الناس خدمة جهادية وتعبير بدون قياس قمنا بالجهاد وباش نصروا الدين وكثرت المتابعة بنادم ولا عجين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين وتحية نضالية لكل واحد ساهم في هذا اللقاء جميع المنخرطين اللي سجعوا هذا اللقاء هذا يوصل لهذه المرتبة هذه وتحية نضالية وكنشكر السلطة المحلية الوقاية المدنية والدرك الملكي معنا في هذا اللقاء هذه نشكر كل واحد دار أكبر مجهود باش نتجمعوا اليوم في هذه الحفلة هذه ولكن كنتمنى الميساج يوصل كنتمنى هذا الميساج هذا يوصل كل واحد غيور على المنطقة وكما تعلمون يا أيها الإخوان المنطقة ديالنا كتعاني أكبر معاناة الماء صالح للشرب المنطقة ديالنا ضربها الجفاف مدة سنين وعوام ونحن اليوم خصنا نفكروا في هذه السكينة نوفروا لها المصالح للشرب وتنفك العزلة على جميع المناطق ما بين مطرسة والقزنايا
ويكون الريزو موفر. انما احنا جاليه مغربيه ساكنين في اوروبا كنجيبوا اولادنا لهذه المنطقه هذه، انما الاولاد الفكره ديالهم ماشي بحال حنايا. حنايا بغينا نبقاو في هذه الارض هذه ونستمروا هنايا، ولكن الاولاد ملي وصلنا هنايا يلقى الويفي والو، يلقى الماء والو، يلقى الضو والو، يلقى الريزو والو، خصو يخرج فوق الظهر باش يشد له التليفون. ما نخليوش هاد السكينه هذه تعاني بالمعاناه كبيره عندهم الاولاد. نحن في 2024 خص الاولاد يمشيو للدراسه، خص يوعاو، خص يقراو. حنايا للاسف الشديد زدنا في هذه البلاد هذه ولكن ما قرينا حتى نهار. واليوم الحمد لله درنا اكبر مجهود باش لابيلانس توصل، ايضا باش النقل المدرسي يوصل اي دوار. وخصنا نتعاونوا، عندنا المناطق زوينه بزاف في السدود وبلادنا مغروسه بالمغرب الاخضر، وخصنا نتعاونوا ونفكروا نعطيو يد المساعده لهاد السكينه اللي كتعاني معاناه كبيره بالمصالح للشرف. ايها الحضور الكريم، مرحبا بكم بألف مرحبا في هذا اللقاء، اللقاء بن محمد. ونطلبوا رب العالمين هذا اللقاء يكون ناجح بألف نجاح، وغادي ديروا فيه واحد صلة الرحيم لا تنسى. كاين الاخوان اللي ما تشوفوا مدة 50 سنة. بهذا ننهي التغطية لملتقى بن محمد في دورته الأولى. تحية للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.